سوف نتعرف على طريقة كيفية الاختيار السماح بالذكر على تطبيق تيك توك. نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي. سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات الخصوصية، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على خصوصيات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على ذكر، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على السماح بذكر من تختار. اختار من يمكن ذكرك في الوصف والملصقات والتعليقات والقصص. قم بالضغط هنا، وهنا يمكنك الاختيار جميع الاشخاص الذين تتابعهم والاصدقاء لا احد. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة.